بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع، باب المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام بحقه. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان. رواه أحمد. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه ابن ماجه وأبو داود. وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما اسمه على الذي أفتاه. رواه أحمد وابن ماجه. وفي لفظ: من أفتي بفتيا بغير علم كان اسم ذلك على الذي أفتاه. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب إليك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواهما أحمد ومسلم. وعم الحسين الأحمسية رضي الله عنها وعن أم الحسين الأحمسية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه أحمد والبخاري. وهذا عند أهل العلم محمول على غير ولاية الحكم أو على من كان عبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. قال رحمه الله تعالى: باب المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام به.
يعني ولاية المرأة للقضاء. الباب معقود لحكم ولاية المرأة والصبي للقضاء، وكذلك ولاية من لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام به. الحديث الأول حديث أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ولوا ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه أحمد البخاري والنسائي والترمذي وصححه. هذا استدل به الشيخ رحمه الله على أن المرأة لا تلي القضاء، وفي قوله لن يفلح طبعا الفلاح هنا يعني ينبغي أن يعلم أنه مقاييس الفلاح في الشرع وليس مجرد عن يعني، لأن أحيانا في الوقت الحاضر قد يقال أنه خاصة في بعض الدول غير المسلمة قد تتولى المرأة ولايات كبيرة وقد تكون مسؤولة إلى آخره، وقد تكون أيضا في المقاييس أنها ناجحة ونحو ذلك. والكلام على الفلاح، الفلاح لن يفلح، والفلاح هنا منظور إليه بميزان الشرع، بمعنى ولا مانع أن نفيض قليلا في هذا الموضوع فيما يتعلق خاصة بالحضارة المعاصرة وموازينها ومعاييرها. نعم هناك يعني ما يوصف بأنه تقدم مادي وفي الاتصالات والمواصلات وفي المواد المادية في الطبية والهندسية والمخترعات والمكتشفات، هذا موجود ولا شك طبعا، وهو أيضا أمر حسن ولا شك طبعا، يعني استفادة منه وتوظيفه وأن يتملكه يعني المسلمون وغير المسلمين، هذا ليس الكلام في هذا، ليس هذا هو يعني المعيار الوحيد أو المقياس الوحيد، وإن كان مطلوب من سواء قلنا المسلمين أو غير المسلمين مطلوب منهم. الله عز وجل استخلف بني آدم على الأرض، استخلفهم ليعمروها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ولا شك بمعنى أنه استعمركم يعني طلب منكم عمارتها، فلا شك طبعا أن عمارة الأرض مطلوبة وبما يصلحها. والله عز وجل يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وأيضا موسى عليه السلام قال لأخي هارون أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فالمسؤول أو ابن آدم عموما مطلوب منه أن يسعى في الصلاح وأن يصلح، لكن ما هي معايير الصلاح؟ هذا الصلاح والفلاح لا شك أن الأمور المادية مهمة ولها أثرها مطلوبة وتفيد لا شك في الحياة وتفيد في 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 منافع بني آدم، سواء كما قلنا في المعايش والمآكل والمشارب والملابس والمراكب، وكذلك في العلاجات وإلى آخره، وأدوات الصناعة وأدوات الزراعة وأدوات كل هذه لا شك أنها لا ينكر أثرها، ولا أيضا ينكر يعني السعي إلى تحصيلها والإبداع فيها وأن يبز فيها المسلمون غيرهم، هذا لا إشكال فيه. لكن الكلام ليس هذا وحده. أذكر لكم قاعدتين مع الأسف هي السائدة في هذا العصر أو في حضارة هذا العصر أو في معايير هذا العصر ومقاييسه. القاعدة الأولى الغاية تبرر الوسيلة، الغاية
تبرر الوسيلة، هذا في الشرع لا يجوز. يجب أن تكون الوسيلة صحيحة والغاية صحيحة. الغاية شريفة والوسيلة شريفة، لكن أن تكون الغاية شريفة والوسيلة غلط لا، فضلا أن تكون الغاية سيئة والوسيلة سيئة. الحضرة المصري لا يقول حقق مصالحك بأي وسيلة، فالغاية عندهم تبرر الوسيلة. وهذه طبعا كما تعلمون قاعدة مجرمة وقاعدة ظالمة وقاعدة هادمة وقاعدة مهلكة. ولهذا بناء على هذه القاعدة عندهم كما تلاحظون الدولة القوية تأكل الضعيفة من غير رحمة ما دام أنها قادرة على أكلها، وليس هناك أي معايير أبدا ما دام أنهم متمكنون من السيطرة والهيمنة لا يسألون ولا يمنعهم الاتفاقية الدولية ولا غيرها. فالغاية تبرر الوسيلة. لي مصلحة في هذا المكان أو في هذه المنطقة لا بد أن أبلغها ما دام أني أستطيع، إذا كان أحد يمنعني غصبا عني هذا شيء آخر. وهذا هو معنى قوله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض، أحيانا يكون هذا قوي وهذا قوي يكون مصلحة الضعيف حتى لا يعني يوكل الضعيف، وإلا هم لا ليس عندهم معايير، معاييرهم هي المصالح الضيقة والمصالح الخاصة. وتلاحظوا كل المناطق التي غزوها والمناطق والتي يغزونها الآن كلها لم تخضع لمعايير دولية ولا مجلس أمن ولا غيره، يتجاوزونه ولا يسألون عنه. فالقاعدة الأولى عندهم المهلكة الغاية تبرر الوسيلة. القاعدة الثانية هي أنه ليس هناك صداقات دائمة ولا عداوات دائمة وإنما مصالح دائمة، وهذه مجرمة. أنا صديقك الآن صحيح صديقك ما دام المصالح بيننا قائمة، إذا تغيرت ليس هناك صداقة. بمعنى كل معايير الأخلاق مهدومة بيني وبينك مصالح نعم، ونبقى طيبين ونبقى متبادلين، فإذا انتفت المصالح أو اختلفت لا أسأل عنك ولا تسأل عني، وأبذل كل سبيلي في سبيل حق مصالحي على حساب مصالحك بل وعلى حساب الأخلاق، وهذا هو الموجود. إذن أين الفلاح وأين الصلاح؟ ولهذا وإن كان بل حتى يعني ما يسمى بدول متقدمة على الرغم من أنهم يعني حققوا لبلادهم نوع من حسن المعاش، وأيضا حتى قوانينهم قد يكون فيها عدالة فيما بينهم والمعايير يعني لتحقيق المصالح كما يقول حقوق المواطن وحقوق الإنسان إلى آخره، لكن أيضا هذا يا أخواني لا يكفي وحده. هل تعلمون أن أعظم نسب انتحار هي في الدول المتقدمة؟ أعظم نسب انتحار لأن القانون وحده والقضية المادية وحده لا تكفي. يعني تنال حقك بالقانون أو تنال حقك هذا جيد ولا شك، لكن ليس وحده، في معايير أخلاقية، في معايير. ولهذا عندهم الأسرة يعني من يعني مظاهر الهلاك الفردي والهلاك الإنساني هي تفكك الأسرة. الآن ليس عندهم أسرة أبدا، ومع الأسف أن هذا بدأ يمشي في كل العالم، حتى المسلمين دخلهم هذا التفكك الأسري نتيجة إما الإعجاب بهؤلاء وإلا الفرض، فرض قوانين معينة باعتبارها هي حقوق الإنسان أو تختلف أو 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 تتعارض مع حقوق الإنسان أو تتعارض مع المعايير الدولية، تفرض على الدولة الضعيفة أن تفعل ما تفعل. ولهذا
التفكك الأسري في المسلمين موجود، لكن هناك ليس عندهم تفكك أسري، ليس عندهم أسر أصلا أبدا، ما ولهذا ليس عندهم خال وعم، عندهم لكن 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 ليس هناك تواصل أبدا، لا خل ولا عم ولا عمه ولا خاله أبدا، هو زوجته، وإذا كبروا أولادهم ليس عندهم أولاد ولا عندهم، ليس عندهم أسرة يعني حياة اجتماعية حقيقية أبدا. ولهذا إذا مرض الواحد منهم لا يكاد يزار، لا يزور أحد، وإن زاره زيارة قد تكون أشبه مجامل أو يرسل له خطاب بطاقة أو وردة أو نحو ذلك، بس سواء في عيد أو في مرض في مستشفى أو في أو في أو في مناسبات أبدا. ليس عندهم الرابطة الاجتماعية الحميمية، وليس عندهم شيء اسمه بر والدين ولا بر أرحام ولا صلة أرحام، ما موجود. الذي يجعل الإنسان يعيش سوي ويعيش متوازن هو المادي والروحي، سيحتاج إلى عواطف ويحتاج إلى 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 أمور يعني من يكون حوله من أمه وأبيه وأخوانه وأخواته وأعمامه وأخواله وأرحامه والأسر والجيران. لا الإسلام بتعاليمه كلها دوائر، الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة، حتى الجيران لهم حق، والتواصل والبر والإحسان والمسكين والغيره بشكل منقطع النظير. هم قد يكون عندهم أمور يعني عاطفية للتبرعات والبر، هذا عند موجود، لكن ليس لها مردود روحي، لكن ليس عندهم أسر أبدا، يعني قطعوا الأسر تماما. لماذا؟ لأنهم ركزوا على الحرية الفردية، الحرية الفردية وسمونه بحقوق الإنسان، يعني قتلوا كل الروابط. ولهذا البنت حتى عندهم البنت والولد حينما يبلغ 15 سنة هو حر تماما، وليس لأبيه سيطرة، حتى في القانون ليس لك، بل حتى ولا أن تعاقب ابنك ولا أن تحاسبه. ولهذا هذا هلاك وهدم، ويبقى لا يفكر إلا في نفسه فقط، ليس لا يتواصل لا مع أقارب ولا مع عمام ولا مع أخوال ولا أبناء عم، لا يعرفون هذه الأبناء أبدا، فضلا عن الأب والأم، فضلا عن ابن العم والأعمام. إذن هذه معايير الصلاح والفلاح. إذن الحاصل من هذا الحديث هو أن المرأة والصبي لا يتولى القضاء، طبعا الصبي بالإجماع أنه لا يتولى القضاء الصغير، لكن المرأة الجمهور نعم أنها لا تتولى القضاء، وعند أبي حنيفة رحمه الله أنها تتولى القضاء ما عدا الحدود، وعند ابن جرير الطبري تتولى القضاء مطلقة، حدود غير حدود. ابن جرير يرى أنه لا مانع أن تتولى المرأة القضاء، وأبو حنيفة رحمه الله والحنفية يقول لا مانع لكن ما تتولى الحدود، اللي هي القطع والجلد وحد الزنا وحد القذف وحد الخمر وحد السرقة وحد اللواط، لا تتولى الحكم فيها، وما عدا التعزير لا مانع. والجمهور يقول لا، جمهور العلم يقول لا بأخذ بهذا الحديث. وحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان، الحديث فيه ضعف، وقالوا أن رأس السبعين هي عام 70 من الهجرة، 10 70 من الهجرة، كان فيها قتل حسين رضي الله عنه، وكان فيها أيضا يزيد حينما أيضا استباح المدينة الحرة، قالوا أن هذا هو المراد. وإمارة الصبيان طبعا لا شك أنه يعني كما قلنا أن الصبي لا يكون قاضيا بالإجماع، والمراد بالإمارة هنا يعني الولاية بأنواعها. وحديث اللي بعده حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجرى بالحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. إذن القضاة ثلاثة، لكن ما ليس معناه أنهم 30% من القضاة في النار وفي الجنة و60% في النار، لا ليس بالمرات، أحيانا قد يكون القضاة كلهم شر يقضون بالحق، لكن المقصود
التقسيم النوعي، من قضى بالحق فهو في الجنة، وهذا كثير إن شاء الله، ومن قضى بالحق بالباطل وهو يعلم الحق في النار، ومن قضى على جهل فهو في النار. إذن هذه أنواع القضاء، لكن ليس معناها أنهم أنك تدخل المحكمة تكون 30% منكم في النار و 30% في الجنة و 60% في النار، لا ليس الوارد. إن شاء الله كل القضاة يجتهدون في يتحروا الحق، فالمقصود أن من قضى بالحق وتحراه إن شاء الله في الجنة، ومن تعمد وهو يعلم الحق تعمد يقضي بالباطل فهو في النار، ومن قضى على جهله فهو في النار. هذا هو المقصود بالحديث. قال وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلا، لأنه قال فالرجل، وإن كان الدلالة قد لا يلزم لكنه استدلال لا بأس به، وإلا أحيانا القرآن يعبر بالناس والرجل والمؤمنون، التعبير بالذكر ويراد به عموم المسلمين سواء ذكورا أو إناثا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما من أفتيا، طبعا في ضبطت أفتى وأفتيا وسنبين المعنى يعني إن شاء الله، من أفتيا بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على الذي أفتى، بمعنى لو أنك أنت سألت متصدرا للفتيا وأفتاك وتبين أنه مفتي قد أفتى خطأ أو أنه كان من أهل الجهل وليس من أهل الفتيا، فالإثم عليه، أنت ليس عليك شيء ما دام أنك أنت يعني غلب على ظنك أنه من أهل الفتيا وأن عنده علما واستفتيته، أنت بريئة ذمتك والإثم على من أفتى. فهي ضبطت بأنه من أفتي، بمعنى المستفتي سأل مفتيا فأفته خطأ فالإثم على المفتي وليس على المستفتي. وروي بالفتح من أفتى، يكون معناها من أفتى بفتية غير ثبت فإنما إثم على أفته، يعني على الذي نصبه، إثمه على من عينه، كيف عين إنسان يفتي وهو ليس أهلا. هذا على رواية الفتح، أما بالضم وهي أظهر فهي المستفتي، يعني من أفتي بفتية غير ثبت فإنما إثمه على الذي أفتاه. وفي لفظ من أفتي بفتية بغير علم أو أفتى بفتية بغير علم، أفتي بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه، هو بنفس المعنى. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب إليك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ومثل الحديث اللي بعدها يذهب أبي ذر قلت رسول الله: ألا تستعملني، يعني أعطني عمل ولني على عمل. قال فضرب بيدي على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه بها. الحديث الأول: يا أبا ذر إني أراك ضعيف وإني أحب إليك ما أحب نفسي، هذا دليل على لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن يعني توجيهه وتربيته لأصحابه. فإن هذه العبارة حينما يقول إني أحبك أو أحب إليك ما أحب نفسي فيها تطيب خاطر، وفيها أيضا معالجة نفسية لأبي ذر رضي الله عنه. وأبو ذر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ضعيف، طبعا ضعيف في الولاية لكن ليس ضعيف في الدين. أبو ذر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الأغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، فهو كان على درجة من الديانة والزهد وكان زاهدا جدا لكنه كان ضعيف في الولاية. وهذا فعلا
ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: أعوذ بالله من ضعف المؤمن وجلد الفاجر، من ضعف المؤمن وجلد الفاجر. الحين قد يكون فاجر لكن قوي، وفعلا يحسن الإدارة ويحسن تصريف الأمور، فهذا مشكلة. فأحيانا كنت مضطر إليه، فإن عندك أناس من الصالحين لكن ما لو تضعه يفسد من حيث يريد أن يصلح، لأنه لا يحسن. فأبو ذر كان على من خيار الصحابة ومن أفاضل الصحابة رضي الله عنه، وكان معروف بزهده رضي الله عنه، لكنه في الولاية لا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأمر على اثنين. فما بالك أن يتأمر على 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 على, على بلد ولا على مصلحة ولا مؤسسة. اثنين ما يصلح أمير عليهم. ولا تولين مال اليتيم، لأنه ضعيف. فإما أن يؤخذ مال اليتيم ويضيع، أو يأتي من يستبد حوله ويأكله. ومال اليتيم أخواني من 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 أشد ما يجب الحرص عليه. الله عز وجل يقول في الكبائر: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا تقربوا مال اليتيم. ما قال لا تأكلوا، لا تقربوا، يعني لا تكون قريب، فضلا أن تكون ملاصق. فمال اليتيم يجب المحافظة عليه. ومع الأسف أن الناس تتساهل جدا إذا كان وصي أو حتى صلى الله عليه وسلم كان نظر وقف، نظر الأوقاف فيه مجرمون، ويكون حقوق الناس ويكون حقوق الموقف عليهم. وهذا من 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 من, من أعظم الموبقات ومن كبائر الذنوب. ولهذا قال النبي لأبي ذر: لا تولين مال اليتيم، لأن اليتيم ضعيف ولا يعرف ولا يحسن ولا يأمر ولا ينهى ولا يدري ولا يفقه، صغير. خاصة إذا كان أيضا يعني في السنوات الأولى، عمره سنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا عشرة، لا يحسن. ومن السنة صلى الله عليه وسلم أن يعبث بمال يتيم وأن يصرفه وأن يعني يضيعه وأن يضع أشياء مزيفة ويضع وثائق مزورة حتى إذا كبر. قال هذه صلى الله عليه وسلم. وبالفعل يعني مال اليتيم عرضة، يعني إن صح التعبير يغري بالعبث به، خاصة إذا كان يعني له مال كثير، فإن لا رقيب ولا حسيب. فالرسول قال لأبي ذر: ولا تولين مال اليتيم. ولا والحديث الآخر: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة. وهذا هو فعلا، هذا هو المؤسس وهذا المنطلق، أمانة بمعنى مسؤولية. الأمانة المسؤولية. معزول يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. يعني إذا كان جبال السماوات والأرض أشفقت من يعني من ثقلها وعظمها، رحمها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا. خصلتان: ظالم وجهول. الظلم يعني معروف، وهو مجاوز الحد، والبغي في تعدي على الحق. أما الجهول بمعنى أنه يتصرف تصرفات غير عاقلة، غير عاقلة، وإن كان عاقلا، بمعنى أنه تأتي أحيانا ظروف أو أحداث، مثل ما يقول العامة: يخرج عن طوره. الخروج عن الطور هو الجهل. الخروج عن الطور هو الجهل، وليس مرض الجهل قلة العلم، لا. ولهذا أنت حينما تخرج
تدعو بدعاء الخروج من المنزل ماذا تقول؟ اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل، أو أزل أو زل، أو أظلم أو ضل، أو أجهل أو يجهل علي. معنى أنك تسأل الله عز وجل أن لا تقع في جهالة، بمعنى تخرج عن طورك ومثله طبعا. لكن الله عز وجل بلطفه ورحمته وعلمه بخلقه، وخاصة أنه قال في بني آدم وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، وعرف ضعفنا فرحمنا، فالله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا ففي ضعف، والله رحمنا في ضعفنا. ولهذا قال كتب ربكم على نفس الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. عمل سوءا بجهالة، يعني حينما أقدم على الغلط وأقدم على السوء وأقدم على الذنب كان على 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 عقله نوع من الغشاوة سفة، يعني خرج عن طوره وخرج عن ضابط عقله. فالرجل يقول أنه من عمل منكم سوءا بجهلة ثم تاب من بعد وعفا وفرحا. ولكن أخرى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهلة ثم يتوبون من قريب. فالإنسان عادة لا يقدم على الغلط بي 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 يعني وهو بكامل قواه العقلية، لا، يغلب عليه الشهوة، يغلب عليه الهوى، يغلب عليه النفس الأمارة بالسوء، تغلب عليه قرناء السوء، يغلب عليه الشيطان فينحرف، لكنه يرجع. فإذا رجع وتاب قبله الله عز وجل. فالأمانة شأنه عظيم، الأمانة مسؤولية. ولهذا إن إن إنها أمانة يا أبا ذر، إنها أمانة مسؤولية، وإنها يوم القيامة خزي ودامة، يعني لمن لم يؤدي حقه. مر معنا طبعا أنها هي لها لذة في المسؤولية، لها لذة ومتعة وحين جاه ويكون حوله يعني مصالح وصلاحيات ويأمر وينهى، لكنها كما قال نعمة المرضعة وبيست الفاطمة. فهي يتلذذ الإنسان بممارستها، ولكن يندم، إما أن يندم في الدنيا حينما يعزل، العزل ترى شديد على الرجال، العزل من الوظيفة ومثل التقاعد، حتى التقاعد كثير من الناس يتقاعد ويكاد يموت ويهلك. ولهذا قال بئست الفاطمة، ناهيك صلى الله عليه وسلم بالآخرة إذا كان مقصر. إذا كان في الدنيا العزل صعب، من الأبيات الضعيفة في هذا وزير اسمه أبو علي، أظن أبو علي القالي، وطالت مدته في الوزارة ما عزل، وزراء يذهبون ويعزلون وهو بقي. قال بعض الشعراء الظرفاء في أبي علي هذا، وقالوا العزل، وقالوا العزل للوزراء حيض، وقالوا العزل للوزراء حيض، لحاه الله من أمر بغيضه، ولكن الوزير أبا علي من اللائي اسم المحيض. يعني ما عزل، بقي تطول في المقصود أن فعلا العزل صعب، من أشق شيء على النفس أن يعزل الإنسان من منصبه، لأنه كان في محل جاه ومحل أن يستقطب الناس وصلاحيات ويأمر وينهى، وحوله من حوله من الأتباع والحواشي. فلما عزل ذهب كل الذين حوله ذهبوا، وفعلا بئست الفاطمة، ما وجد حوله أحد. ولذا قال خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وهذا الذي عليه فيها.
بحديث أم الحسين الأحمسية أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا واطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي ما قام فيكم كتاب الله عز وجل. طبعا عبد بمعنى رقيق، هو أحيانا مع الأسف أن الناس تفهم من الذل من الأسمر، لا، العبد هو بمعنى الرقيق، والرقيق كما تعرفون نقص ولاية، الرقيق ليس حرا ولايته ناقصة باعتبار أنه تحت سيده. والمقصود وهذا مهم جدا هو السمع والطاعة، السمع والطاعة لابد منها حتى ولو كان مهما كان، ما دام أنه مسؤول وللولاية يجب أن يطاع، ولا تقول هو كفء غير كفء، يجب أن تسمع وتطيع من ولاه وصار مسؤولا بطريقة صحيحة، يجب أن يسمع ويطاع مهما كان، لأن السمع والطاعة يعني فيها الخير والصلاح أكثر من 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 التمرد مهما كان. يعني مهما حاولت تظن أنك تصلح أبدا، ماذا يعني ما لا يوجد صلاح خارج الولاية أبدا، لا يمكن. إنما الصلاح طبعا ليس كمال، الصلاح هو فعلا بالسمع والطاعة والالتفاف الناس حول ولي إمامهم ولي أمرهم. وطبعا هذا لا يعني أنهم يقبلون الظلم أو قصدي يقبلون المعاصي، لا، ولا طبعا، إنما الطاعة في المعروف، لكن الخروج على الإمام لا يجب بأي حال من الأحوال. من تولى تجب له الطاعة بمعنى، لكن لا يعني أنه إذا أمر بمعصية أن يسمع، لا، لكن يبقى ولايته لا يخرج عليه، تبقى ولايته شرعية لكنه ما أمر به، إلا إذا كان طبعا جبار بحيث أنك تضطر أن تسمع، لكن الأصل المعاصي إذا أمر بمعصية لا، إنما الطاعة المعروف، لكن يبقى هو ولايته شرعية، تبقى ولايته شرعية. المهم في هذا هو أن حق الطاعة لا يمنع المطالبة بالحقوق ولا يمنع المناصحة، يجب أن يعرف هذا، من حق أن يطالب بحقه ويطالب، لكن يبقى لا تصل إلى أن يخرج على الإمام، والمناصحة ومطالبة الحقوق وعدم عدم السمع بالمعاصي هذا لابد منها، لا يطاع في معصية، لكن يبقى ولايته صحيحة، يسمعوا واطيعوا، وإن أمر هذا مقصود، يعني مهما كان الحاكم يطاع حتى ولو كان عبدا ليس حرا، بل جاء في الرواية الأخرى كان رأسه زبيبة، يعني من شدة أنه الرق فيه، لكن الشيخ قال المنتقى المجد، وهذا عند أهل العلم يعني أن يكون عبد يعني غير حر محمول على غير ولاية الحكم، يعني الولاية العظمى، الإمامة العظمى، لكن لا يبدو أحد يعني أنا لا أدري يعني كلام الشيخ يعني الحديث يعني عام الولاية الكبرى والصغرى، لكن يقول محمول على غير ولاية الحكم أو على من كان عبدا، بمعنى أن يكون والي عبد على العبيد، محمول على ولاية العبد على العبيد، وهذا بعيد طبعا، مش كنا بعيد، لا، المقصود على الناس كلهم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.